اعلموا أن الموت قريب منا، لن ينجو من الموت أحد، والله أعلم متى نموت. نظر ميمون بن مهران يوما إلى بعض جلسائه فرآهم شيوخا ورأى بعضهم شبابا، فقال لهم: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. ثم نظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الدنيا مبعدة عن الله عز وجل، لأنها مبعدة عن الله عز وجل، ولا تزكو ولا تطيب إلا بالصالحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على طاعة الله والبعد عن معاصي الله والصبر على أقدار الله. واعلموا أن الدنيا كلها قليلة، وأن الباقي منها قليل، وأن الذي لنا من قليلها قليل.